ان شاء الله بكره طبعا هنكون مع حضراتكم عشان نتكلم برضو على عندنا ثلاث مباريات بكره هنتكلم عنهم، ولكن خلينا بقى نروح للنادي الاهلي يا كابتن فتحي. النادي الاهلي، وخليني ابدا بالصوره دي، الصوره اللي امام حضرتك دي من مران اليوم. الكابتن خطيب واقف طبعا مع كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور ومع وليد سليمان. يعني من الواضح ان الكابتن بيقول لهم حاجه من وجهه نظرك، يعني من وجهه نظري هي باينه قوي على فكره. انا عارف كابتن فتحي هي باينه قوي. ان الاب لما يكون واحد كبير وجاب اولاده وجاب اثنين والاثنين صبيين والاثنين كباتن فرقه، ايوه، فازاي بيقول لهم لابد انتوا اهتمامكم بالفرقه اكتر زي ما اهتمامكم بنفسكم. مش هنلعب دلوقتي لكن الفرقه محتاجاكم، مش محتاجاكم داخل الملعب، محتاجاكم خارج الملعب. لان لو كل واحد فيهم قدر يكلم اللعيبه وقدر يحتوي لاعب مثلا ليه ما بداش المباراه او ليه بدا المباراه او يديله دوافع فوز البطوله، يحسس اللاعب الجديد يعني ايه بطوله، احنا فين دلوقتي، وصلنا لفين، ومفروض هنعمل ايه. دي كلها زي ما بتدي هيموجلوبين او جلوكوز للعيبه، يعني لما الواحد مريض بتدي له حاجه. احنا مش مريض، بس انت اللعيبه دي الاثنين قادرين انهم يقودوا اللعيبه، فيقودوهم بايه؟ بيقول لهم كذا كذا. هم هو اداهم المثل ان هو بيكلمهم وهم يرجعوا تاني ينتشروا، وده يقول لده يقول لده، فاداره الفرقه تتلم يساعدوا مع المدرب. يعني الصوره دي معناها يعني هو بيتكلم هشرح لهم مش هيلعبوا بكره، يعني عشان يقول لهم انتوا هتلعبوا. فاذا الكلام على ان كله ده الاعداد النفسي خارج الملعب للعيبه من خلال واحد لعب كوره وكان كابتن فريق النادي، كابتن منتخب، هم بيحترموه بيقدروه وهو بيحبهم كمان وبيعتز بيهم. فاذا هم زي يعني اب بيكلم اثنين من ولاده في كده، ده تفسيري. كنت عايز تقول كده برضو يا كابتن حشيش؟ بالظبط، هي الفتره اللي جايه دي ما اعرفش قال لهم ايه. ايوه انا قلت هو من الصوره طبعا. القياده مهمه قوي في الفتره دي، سواء على مستوى رئاسه النادي زي كابتن محمود انه نزل وراح وانه خد اكبر اثنين في الفرقه، دعم كبير من المشرف، دعم كبير جدا جدا طبعا، ولكن المشرف اكبر اثنين موجودين في الفرقه كباتن الفرقه، اسماء كبيره جدا جدا، وجودهم جوه الملعب وبره الملعب مهم جدا جدا في تحفيز اللعيبه ولم اللعيبه، لان المباريات اللي جايه محتاجه غير الفنيات، محتاجه الاراده والقوه والعزيمه ان هم ان شاء الله باذن الله يعني ياخدوا البطوله. يعني سما برضو دعم كبير. اتفضل يا كابتن. بص على وش حسام لو يعمل عليه كروس تاني خليه يجيبها لك. مبسوط. بص على وشه والابتسامه فيه، يعني غير التركيز لابتسامه الفرحه. يعني مش ان هو واقف كده، بص على وشه، بص يعني مش انسان فرحان ان واحد بيكلمه بهذا الكلام هينقل هذه الثقه والفرح ده لبقيه اللعيبه. هو احنا لغايه النهارده ما بنشوف كابتن خطيب بنبقى عايزين نسلم عليه ونتصور معاه لغايه هذه اللحظه. يعني لعبنا مع بعض وقعدنا مع بعض ويعني وعشنا كتير، ولغايه دلوقتي انت بتتمنى انك لما تشوفه تسلم عليه وتبوسه وتصور معاه، حاجه غريبه يعني. كابتن خطيب الكابتن حشيش عايز يتصور معاك. يا ريت. كابتن خطيب الكابتن حشيش عايز يتصور معاك. بعت لي بس هاجي جري. والكابتن اسلام عايز يتصور معاك، كابتن اسامه عايز يتصور معاك برضه، وكابتن فتحي احنا عارفين ان حضرتك يعني بتقدره وبتقدر كل الناس يعني. طيب كابتن اسامه برضو عايز اسالك في اطار هذا الموضوع، دعم كبير من مجلس الاداره والمشرف على الكوره في وجوده بصفه مستمره الحقيقه خلال هذه الفتره مع فريق الكوره. الكابتن خطيب دايما موجود في التمرين مع اللعيبه، وحتى لما كنا احنا بنلعب اسلام كان الكابتن خطيب موجود على طول دايما، وكان بيساند الفريق. برضه هو دلوقتي بحكم ان هو موجود رئيس للنادي الاهلي فهو دايما بيروح للعيبه التمرين، حتى تواجده في المباريات وهو قاعد في المقصوره بيتفرج عليها رساله برضه مهمه للاعبين. الوقفه من النهارده مع حسام عاشور ووليد سليمان زي ما كابتن فتحي بيقول، يعني بالرغم ان الاثنين مصابين يعني مش هيشاركوا في مباراه بتروجيت، لكن رساله مهمه ليهم ان من اللعيبه الكبار اللي يقدروا، يعني في لعيبه صغيره في الفرقه، عندك الفتره الجايه فتره مهمه، ازاي تنقل الاهتمام دي والمسؤوليه دي لكل اللعيبه. شفنا برضو الشريف اكرامي برغم ان فتره كان ما كانش بيلعب لكن كان ليه دور قيادي مهم في الفرقه، نفس الدور القيادي ده بيقوم بيه حسام عاشور هو كابتن الفريق، وليد سليمان من اللعيبه الخبرات الكبيره. فدور اللعيبه دي انك ازاي تنقل الخبرات
والتجارب اللي هم عاشوها في اوقات صعبه داخل النادي الاهلي ازاي تنقلها للعيبه الصغيره الواعده الصاعده داخل الفريق دون تدخل. معلش يا جماعه، لا لا، هات لي اللقطه اللي فاتت دي تاني والنبي. دون تدخل. معلش هات لي اللقطه اللي فاتت دي. هو عمل دي يا جماعه. معلش يا كابتن فتحي انا اسف. اللقطه اللي جايه، لا بص اللقطه اللي جايه دي لعيبه الاهلي وهما بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا في بعض عشان تبقوا بس واخدين بالكم. ها ايوه، بصوا بيضربوا في بعض ازاي. خلي بالكم عشان الكلام ده ايه، بيضربوا في بعض اهو جامد. مش طايق بعض وبيتخانقوا مع بعض اهو. بص اهو، فكوا الخناق ضربوا بعض. الكابتن خطيب قاعد، خلي بالكم كمان اهو عشان برضه اهو نقول لكم حاجه، اهو نقول لكم حاجه برضه تمشوا بيها. تدريبات برضه للاعداد النفسي، بس في نقطه هو بيلمهم بس دون تدخل. مش عايزين نقول ان هو بيروح يتدخل وبيتدخل في طريقه وبيتدخل في لعب. هو عايز ينقل الرساله دي للمجموعه دي كلها. فبيجيب الاثنين زي ما يكون عندك الحمام الزاجل، ببعت له رساله وانت روح انتشر روح وديها. ايوه. فهو بعت لهم بقى الحمام الزاجل الاثنين دول، اللي هو حسام عاشور اللي هم كباتن الفرقه. يعني هو حتى واقف مع لاسارتي، انا متخيل ما بيكلمه على المدرجات. اه والله شايفه بيشاور له على المدرجات يعني والملعب، ارضيه الملعب، لان في تفكير ارضيه الملعب، لانه في واضح ان في حاجه يعني بيقولها له. لا يعني. هي تفكير انهم هيغيروا ارضيه الملعب، بس طبعا الشركه اللي طلبت تغيير الملعب تم طالبه عايزه 4 أشهر عشان ترجع الملعب تاني. فمحتاج وقت طبعا. فطبعا 4 أشهر ازاي هتتمرن فين؟ الفرقه هتتمرن فين؟ ظل الضغط اللي موجود. ظل الموجود ده، هي دي المشكله اللي هم بيعانوا منها وبيتكلموا فيها. عموما يعني ده خير ختام ان احنا نشوف رئيس النادي الاهلي والمشرف على كره القدم وهو بيزور تمرين الفريق الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم ده دعم كبير جدا. وشفتوا الخناقه طبعا الاخيره دي مهمه جدا، الخناقه دي يا جماعه جماعه حطها لهم النبي على الصوره. بلا بعد ما نخلص ياخدوا منها بقى، ياخدوا منها عشان ياخدوا منها يطلعوا يقول لك ده بص بيتخانقوا ازاي وبيضربوا في بعض ورئيس النادي قاعد. يعني برضو عشان ايه، بمناسبه يعني الكلام واحنا بنتكلم، احنا معانا دقيقه ولا ما عندناش حاجه؟ معانا دقيقه. ممكن اتكلم على النادي الاسماعيلي؟ طبعا. طبعا يعني مهم بس